دانت هيئة محلفين أمريكية أمس الأربعاء الممثلة أمبر هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق النجم جوني ديب من خلال وصفها نفسها بأنها ضحية للعنف الأسري بعد محاكمة حظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقا في خصوصيات الشخصيتين الهوليوديتين البارزتين. وأجاب المحلفون السبعة بالإيجاب في قرارهم الذي أقر في المحكمة على مسألة ما إذا كان العنوان ومقطعان من مقالة نشرتها هيرد في صحيفة واشنطن بوست عام 2018 تحتوي على مضمون تشهيري في حق جوني ديب. ونص قرار الهيئة على إلزام هيرد بدفع تعويض للممثل قدره 15 مليون دولار. وحكمت هيئة المحلفين أيضا لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب، إذ قضت الهيئة على النجم الهوليودي بدفع تعويض مليوني دولار لتشهيره بهيرد. وفي أول رد فعل لها أبدت هيرد خيبة أمل تفوق الوصف إذا القرار واصف الحكم بأنه نكسة للنساء. وقالت هيرد في بيان صدر بعيد تلاوة الحكم في ولاية فيرجينيا الأمريكية: خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الوصف، قلبي انشطر لأن جبل الأدلة لم يكفي للصمود في وجه الاختلال في موازين القوى والنفوذ والسيطرة لصالح زوجي السابق. وأضافت: أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعني هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات، إنه نكسة، إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد. ومن جهته رحب الممثل جوني ديب بالحكم الصادر. وقال ديب في بيان أصدره بعدما حكمت هيئة المحلفين في محكمة فيرفاكس قرب واشنطن بتعويض قدره 15 مليون دولار لصالحه في مقابل مليوني دولار لصالح هيرد: إن هيئة المحلفين أعادت لي حياتي وأنا متأثر حقا. ويذكر أن نجم هوليوود رفع دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالة في صحيفة واشنطن بوست سنة 2018 وصفت نفسها بأنها شخصية عامة تشكل نموذجا للعنف الأسري. ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقالة شوهت سمعته وقوضت مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.